هناك في أعلى القمم تعتلي قرية القرندح عرش جبال الساحل السوري، وتعانق الغيوم التي لا تبخل عليها بالأمطار تارة وبالثلوج تارة أخرى. البعض يعتبرها همزة الوصل بين السماء والأرض، والبعض الآخر يقول أنها حارس الساحل والداخل، فهي أعلى نقطة بين الجبال المحيطة بها وأبعد نقطة عن جبلة قبل الوصول إلى حماة. يجهل الكثيرون سبب تسمية القرية، ولا توجد رواية دقيقة وعلمية لمعنى الاسم، حيث يقال أنه في زمن الاحتلال الفرنسي كانت القرية مكانا للترندح أي الراحة، فسميت الترندح، ومع مرور الزمن تحول الاسم إلى القرندح. من يزور القرية لا يستطيع إلا أن يستمتع بجمال طبيعتها ويستمع لروايات أهلها وقصصهم، ولا بد له أن يتوقف عند حكاية عين أسعد، حيث يوجد في أطراف القرية وبين الأحراج نبع ماء يسمى عين أسعد. وتقول حكاية هذه العين أن رجلا يعتبر من الدراويش كان نائما في البرية، وحين أفاق كان عطشا، فالتفت إلى جواره ووجد حفرة صغيرة تخرج منها المياه فشرب منها، ومنذ تلك المرحلة وهي تسمى عين أسعد، وقد قام الأهالي بحفرها وتجهيزها بشكل جيد. بعد قرية القرندح عن جبلة وارتفاعها عن سطح البحر يجعل سكانها يعانون بعض الشيء من التواصل مع العالم الخارجي المحيط بها، حيث تغمرها الثلوج لفترات طويلة في فصل الشتاء، ولا يوجد وسيلة نقل عامة تصل إلى القرية لنقل الركاب، إذ عليهم الذهاب إلى القرى الأخرى حتى يتسنى لهم أن يستقلوا وسيلة نقل. لكن السياح المحليين يزورون القرية ويستمتعون بطبيعتها. مساحة القرية واسعة، وهي لا تتناسب مع عدد السكان الذين لا يتجاوزون 1000 نسمة. يحدها قرية سنيبلا غربا وسهل الغاب شرقا، وهي آخر قرية في محافظة اللاذقية قبل حماة. ارتفاعها 1075 متر، وفيها محطة بث إذاعة وتلفزيون، وتبعد حوالي 40 كيلومتر عن مدينة جبل.